السلام عليكم، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. أخباركم إيه في الجو الحر ده؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. جايبة لكم النهاردة وصفة حلوة تهون عليكم الحر ده شوية، علشان مش هنستخدم فيها فرن ولا حتى بوتاجاز. ممكن تدخل التلاجة وممكن كمان تدخل الفريزر، ما بتحتاجش وقفة كتير في المطبخ. أنا الوصفة دي بالنسبة لي مش مجرد مكونات كده وبنرصها فوق بعض وخلاص، لأ، دي بتعمل لي كده طبقات من السعادة، من الانتعاش في الجو الحر اللي احنا فيه ده. طعم البسكوت الغطسان كده في الكريمة الباردة او البسكوت اللي غطسان في الايس كريم، لان هي هتاخدنا شوية طعم الايس كريم. كمان الحلو في الوصفة دي انك ممكن تاكليها بطريقتين. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابة افكركم، يا ريت اللي معملش اشتراك في القناة يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة علشان احضر طبقة الكريمة هستخدم كوبايتين من الفراولة المثلجة، وعليهم كوبايتين من الزبادي، ونص كوباية من السكر، وهضربهم مع بعض كويس. ممكن تستخدمي الخلاط او الكبة او الهاند بلندر، المهم تتأكدي ان السكر دايب كويس. وهسيب زبادو الفراولة على جنب شوية، وعلشان احضر الكريمة هحتاج كوباية ونص من اللبن الساقع جدا، وعليهم كوباية من الكريم شانتيه الخام، وكوباية الا ربع من الباستر كريم، ونص كوباية بس من السكر البودر. وهضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي لغاية لما الخليط يكون كريمي. وعلى فكرة ممكن تستخدمي الكمية كلها كريم شانتيه وتستغني عن الباستر كريم، هو بس بيدي طعم اغنى شوية. وبلاش تستخدمي سكر كتير علشان هنستخدم بسكوت، والبسكوت بطبيعته بيكون مسكر. وبعد لما الكريمة قوامها تقل شوية، يعني المضرب بيعلم كده فيها وهو بيضرب، هحط 3 معالق كبار من القشطة. انا استخدمت قشطة بلدي اخدتها من على وش اللبن، وضربتها شوية كده بالمعلقة علشان اخلي قوامها كريمي، وهحطها على خليط الكريمة واضربها معايا تاني علشان بتدي طعم اغنى واحلى طبعا. لكن لو انت ما عندكيش ما فيش مشكلة، بس الحاجات دي كلها طبعا بديل علشان ما نستخدمش كريمة خفق ويكون الموضوع بسيط شوية. وانا نقلت الكريمة في طبق اكبر علشان اعرف احط عليها خليط الزبادو، لكن انا ما استخدمتش الزبادو كله، انا استخدمت نصه بس. وحولت الكريمة الايس كريم بالفراولة، كان طعمه حلو جدا. نيجي بقى لاخر حاجة هنحتاجها، طبقات البسكوت. انا هستخدم البسكوت ده، طبعا انت ممكن تستخدمي اي نوع بسكوت انت بتفضليه، لكن انا من زمان بحب بسكوت فري جدا، بحب اغمسه في اللبن، يعني ليه معزه خاصه كده عندي. فلكن انت ممكن تستخدمي اي نوع بسكوت بتفضليه، وكمان ده متوفر في اي سوبر ماركت. وكمان هحتاج ربع كوبايه بس من اللبن البارد، يعني مش هحتاج كميه لبن كتير، هغطس بس فيها البسكوت كده سريعا قبل ما ارصه في الصينيه. لكن لو انت بتحبي طبقه البسكوت تكون مقرمشه، ممكن تستغني عن خطوه اللبن دي، لان هو هيطرى شويه من طبقه الكريمه اللي احنا هنحطها فوقيه. بس انا بصراحه بحب طبقه البسكوت تكون طريه جدا، علشان كده غطستها في اللبن. وبعدين هرص طبقه الكريمه اللي احنا عملناها. طبعا الكريمه لسه سايله علشان الجو حر جدا، اصلا هي مش مستحمله. وبعدين هرص فوقيها تاني طبقه بسكوت. بصوا، هي طبقات البسكوت في الوصفه دي حسب الرغبه، يعني ممكن تستكفي بطبقتين بس، لكن انا بحب طبقات البسكوت كتير. وكمان بحب اسيب البايركس في الثلاجه كده يقعد معايا يومين ثلاثه في الحر اللي احنا فيه ده، او في الفريزر. والبايركس اللي انا مستخدماه ساعدني ان انا احط طبقات بسكوت كتير، علشان الجوانب بتاعته كانت عريضه، فاخدت بقى راحتي شويه في الطبقات. انا كده حطيت طبقتين من البسكوت وبينهم كريمه، ولما اجي احط الطبقه الثالثه مش هغطس البسكوت في اللبن، هرص البسكوت عادي جدا، وبعدين هحط عليه من الزبادو الفراوله اللي احنا عملناه. مش قادره اقول لكم الخطوه دي خلت البسكوت طعمه حلو ازاي، زودت عليه كده طعمه مختلف كانك بتاكلي بسكوت بالفراوله. لكن طبعا مش هحط كتير، انا هحط حاجة بسيطة بس كده، وهوزعها بالاسباتيولا. وبعد ما وزعتها بالاسباتيولا هحط عليها طبقة من الكريمة. وبعد ما حطيت الكريمة هحط اخر طبقة من البسكوت. يبقى انا كده عملت 4 طبقات من البسكوت، طبقتين غطستهم في اللبن وطبقتين لا. وبعد ما حط البسكوت طبعا اخر طبقة حطيت كريمة. بصراحة الكريمة دي كان طعمها حلو قوي، يعني لدرجة كنت عايزة اطمع فيها كده واحطها في علبة واقلبها ايس كريم، بس قلت لا اخليني جدعة كده واكمل الوصفة. كان عندي كمان صوص توت ازرق فحطيت منه على الوش، علشان التوت طعمه مزز فحبيت اكسر بيه السكر شوية اللي في البسكوت. وبعد ما خلص البايركس طبعا لازم احطه في التلاجة، وكان فضل معايا شوية كريمة وشوية زبادو، فعملت كاسين كده في السريع. بصوا، هي الكاسات اسهل وخطواتها اسرع بكتير، لكن الفرق ما بين الكاسات وما بين البايركس او الصينية
ان الكاسات هتتحط في التلاجة بس وهناكلها بعد ساعة ساعتين لما الكريمة تمسك شوية، لكن الحلو في البايركس هقدر اتعامل معاه بطريقتين والطريقتين طعمهم غير بعض. الطريقة الاولى ان انا اكلت منه بعد ما دخلته التلاجة لمدة ساعتين بس لغاية لما الكريمة مسكت نفسها شوية وبقى قوامها كريمي كده. في المرحلة دي كده بتحس ان انتي بتاكلي بسكوت غرقان في طبقات الكريمة. الطريقة والمكونات اللي احنا عملنا بيها الكريمة طلعت طعمها في الاخر غني جدا، غني بالفراولة او بالزبادي او بالقشطة، يعني هو غني بحاجات كتير بس في الاخر كان طعمها حلو جدا. طبقات البسكوت كانت واضحة يعني ما دابتش في الكريمة. فدي اول طريقة ممكن تاكلي منها من البايركس والقوام كريمي كده وناعم. الشكل والقوام ده كان بعد ما دخلت البايركس لمدة ساعتين بس في التلاجة. اما الطريقة التانية اللي ممكن تاكلوها بيها وهي الافضل لقلبي وخصوصا في الجو اللي احنا فيه ده، هتكون بالجمال اللي انتم شايفينه ده. ده كان شكلها بعد ما دخلتها الفريزر ليلة، طعمها اتحول 360 درجة. هي احلى حاجة في الوصفة دي ان كل طريقة بتاكليها بيها بيكون ليها طعم مختلف خالص عن التاني. واللي عجبني بقى فيها جدا جدا لما دخلت الفريزر ان طبقات البسكوت اللي فيها دي بعد ما كانت مقرمشة كده شوية وبنحس بطعمها اتحولت للطعم الكريمي، يعني كأننا مش مستخدمين بسكوت خالص، كأننا مستخدمين زبدة بسكوت زي زبدة اللوتس. لان انا بعشق الايس كريم في الجو ده، لكن الناس اللي بتفضل طعم الكريمة طبعا هتعجبها الطريقة الاولى. اهم حاجة ان هي تهون علينا الجو الحر ده. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وحطيتها في علبة وحطيتها في الفريزر. اعملوها وان شاء الله هتعجبكم جدا وكمان هتعجب الولاد جدا في الجو الحر ده. وكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب الفيديو يكون كان خفيف على قلوبكم، ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهاردة، اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.